طبعا وعلق عليها عبد الحفيظ شايب. امامه عثماني محور اتبعت كما ينبغي ودخلت بعيده فيه عن المرمى الحارس عبدوني. نشوف الصوره البطيئه مع التقني بنتر غانم. صعود اللاعبين في منطقة الهجوم وتدخل شوشي في التقص مرة أخرى من عبد الرحمن. عبد الرحمن باجي بالعقد رائعة وجميلة جدا. محاولة من بوغاش حاج لكن تبقى وتدخل موفق من الحارس شوشي. كان أخطر فرصة في هذا اللقاء من جانب بوغاش وتمريرة على طبق بوغاش ضيع هذه الكرة على مرتين أمام الحارس شوشي. ازدياد باجي مباشرة شوشي واحد فقط من المهاجمين شبيبة القبائل بوكا الثاني لكن تدخل مبوش في آخر لحظة يبقى نسيم عناوي عبد السلام شريف وتبقى دائما لصالح محاولة والكرة خرجها الدفاع. اللقاء هذا بسبب ربما الإصابة اللي تعرض لها والمحاولة لصالح فريق البلدية يضيعها واحد اثنين محاولة شوشي كان فيه تسلل كان فيه وضعية تسلل أعلن عليها مساعد الحكم السيد الراي. جانب من أنصار بلدية الجزائر العاصمة بن الحمام عبد الرحمن في محاولة ليونس بوغاش بوغاش حاج لحيت من لحيت ولا كاد يكون ريرا كانت على طبق ناحية يونس حافظ كل عناصرها محاولة الكرة تكون الكرة تخرج ستة أمتار للحارس عبدولي محاولة من ياسر مباشرة البني بين اللاعبين المحاولة قوية وشوشي قوية جدا من بن الدحمان. شوف الإعادة وشوف بن الدحمان كيف انه جاء من بعيد وركل هذه الكرة الثاني لصالح المولودية والهدف وكاد يكون هدف كاد يكون هدف التعادل لولا التدخل الموفق لشوشي. شوف الفتحة دائما من باجي ويونس كاد يخادع الحارس شوشي يسار استعماله لسرعته وتقنياته وفرديته في المحاولة المحاولة لمروان عبدوني يخرج هذه الكرة. مروان عبدوني يخرج كرة خطيرة جدا من جانب ياسر حمزة وإن اللقطة كانت جميلة جدا دخوله بين الاثنين ثم كرة جميلة جدا حاول أنه يسددها في الزاوية 90 راح نشوف الركنية خميس ليس هيك بوغاز ليس مفتح ويا محل بوغاز وارسلها بالمستوى من جانب شمسي. شوف الاعاده لبوغاز خلى وما المجال مفتوح امامه مجال مفتوح امامه و الحكم السيد الحيودي يعلن عن نهايه